مثل العادة وكل نهار سبت نحن نروح لعند المتنبي الجوي حسان الجردي لنعرف كيف حيكمل طقسنا خلال هذا الأسبوع، وبلشنا هيك نشعر بانخفاض بسيط لدرجات الحرارة. يسعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخير، يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا بحضرتك، يا ريت هيك توضح لنا كيف حيكون طقسنا. عم يقولوا انه بهذا الشهر حيكون في ارتفاع كبير لدرجات الحراره. هلا بدايه صباح الخير من جديد لك للاخباري السوري فريق العمل. هلا بشكل عام بالنسبه للاحوال الجويه خلال 24 ساعه القادمه وفكره عن الطقس خلال هيدا الاسبوع، الكتله الهوائيه الحاره اللي اثرت على المنطقه انحسرت وحل محلها كتل هوائيه أكثر اعتدالا وأقل حرارة، أدت إلى هطولات مطرية ليلة البارحة بالساحل السوري. كانت هطولات على شكل زخات عشوائية الحدوث خفيفة خلال ساعات بعض الظهر. فرصة الهطول بتضل مستمرة خلال هدول اليومين اللي هن نهار السبت والأحد بالساحل السوري بأجزاء من المنطقة الساحلية تحديدا المرتفعات الساحلية. وبشكل عام نحن لسنا تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي اللي عم يترافق بتيارات جنوبية غربية بطبقات الجو العليا. هلا الاجواء هيدا الاسبوع رح تكون ببدايه الاسبوع اجواء حاره نسبيا الى حاره، منتصف الاسبوع تتحول الاجواء الى اجواء حاره الى شديده الحراره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه، وتعود الحرارات نهايه الاسبوع للانخفاض اعتبارا من يوم الاربعاء نهايه هيدا الاسبوع الاربعاء والخميس. هلا بشكل مفصل بالنسبه للاحوال الجويه لليوم، الحرارات اليوم رح تميل للارتفاع بمختلف المناطق، رح تكون الارتفاع بشكل تدريجي ومستمر. يستمر الارتفاع حتى يوم الثلاثاء يبلغ اعلى قيمه لإله نهار الثلاثاء، تكون ذروه الارتفاع. بشكل عام اليوم الحرارات اعلى من المعدل بالمناطق الجنوبيه والغربيه والمرتفعات الجبليه، راح تكون اعلى من معدلات تقريبا 1-3 درجات مئويه، بينما بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه من 2-4 درجات مئويه. هلا بشكل عام تستمر درجات الحراره بالارتفاع مثل ما ذكرت حتى تبلغ ذروه ارتفاع نهار الثلاثاء، وتكون الحرارات اعلى من المعدل نهار الثلاثاء من 3-6 درجات مئوية بمختلف المناطق والمدن السورية. والأجواء بشكل عام أجواء رح تكون نهار الثلاثاء حارة مع ظهور بعض السحب المتفرقة، أجواء شديدة الحرارة وسليمية مغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. الرياح عم تكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 50 كيلومتر بالساعة خلال ساعات بعض الظهر والمساء، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون 28 درجة مئوية. الجدير بالذكر هو الارتفاع بقيم الرطوبة النسبية، ارتفاع قيم الرطوبة عم يكون له أثر سلبي خلال ساعات النهار، عم يجعل الحرارات أكثر مما هي في الواقع، عم نشعر بحرارات نتيجة الرطوبة العالية بالنهار عم تكون أكثر مما هي في الواقع، بينما خلال الليل مع وجود الرياح الغربية عم يكون لها دور إيجابي وعم تصبح الأجواء أكثر اعتدالا ولطافة خلال ساعات الليل. تعود درجات الحرارة للانخفاض اعتبارا من نهاية الأسبوع الأربعاء والخميس، تحديدا الانخفاض راح يكون أكثر وضوحا بالمرتفعات الجبلية بالمناطق الجنوبية بالغربية، ولكن المناطق الشرقية الشمالية الشرقية الجزيرة البادية السورية والجنوب الشرقي راح يكون فيها انخفاض طفيف. تبقى درجات الحرارة بالمناطق الشرقية والشمالية الشرقية والجزيرة والبادية أعلى من معدلاتها بنحو 3-5 درجات مئوية وأجواء سليمية مغبرة وشديدة الحرارة بهذه المناطق، بينما المرتفعات الجبلية والمناطق الجنوبية والغربية رح تكون الأجواء فيها حارة نسبيا وحرارات أعلى من المعدل بنحو 2-4 درجات مئوية. هلأ بشكل عام الأجواء هيدا الأسبوع تغيرات طفيفة فقط على الحالة على درجات الحرارة تحديدا. عم تبدأ الأجواء بداية الأسبوع أجواء حارة نسبيا، منتصف الأسبوع نهار الاثنين والثلاثاء عم تتحول حارة إلى شديدة الحرارة، عم تعاود درجات الحرارة انخفاضة. نهار الأربعاء والخميس والانخفاض عم يكون أكثر وضوحا بالمناطق الجنوبية والغربية والمرتفعات الجبلية، بينما المناطق الشرقية الشمالية الشرقية الجزيرة البادية السورية عم تكون الأجواء فيها حارة إلى شديدة الحرارة بالمطلق، والأجواء السليمية المغبرة سيدة الموقف خلال هيدا الأسبوع بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. أما درجات الحرارة المتوقعة من العاصمة دمشق لليوم 35-24، القنيطرة 29-19، القلمون المرتفعات الجبلية 29-18، درعا 35-23، السويداء 32-20، المنطقة الوسطى حمص 33-23، حماة 38-23، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 43-28، بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس
32 23 ورطوبه عاليه. بالشمال حلب وادلب 38 20، دير الزور الرقه ابو كمال المنطقه الشرقيه 44 28، بالباديه السوريه مدينه تدمر 41 25. بشكل عام دائما نحن بفصل الصيف وخلال الاجواء الحاره اللي نحن عم نعيشها من وجه خزمه من النصائح، اهمه عدم التعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الذروه، عدم اشعال النار وخاصه بالمناطق الحراجيه والغابات وابلاغ الجهات المختصه عند حدوث اي حريق، الانتباه لعدم ترك المواد القابله للاشتعال بالاماكن المغلقه والمعرضه بشكل مباشر لاشعه الشمس. الناس اللي عندهم حساسيه نتيجه الغبره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه السوريه والشمال الشرقي نتيجه الغبار والاتربه المثاره بفعل النشاط بفعل الرياح، الانتباه لهذا الموضوع. في ناس عندها حساسيه، عندها مشاكل بالجهاز التنفسي، والانتباه قدر الامكان الاخوه السائقين لانه الغبره والاتربه المثاره بتؤدي الى تدني مستوى الرؤيه الافقيه، واكثر الفئات عمريه هي تاثرا بارتفاع درجات الحراره هن كبار السن والاطفال. نتمنى السلامه للجميع. بشكل عام التغيرات طفيفه، وبدايه الاسبوع راح تكون تقريبا هي ونهايه هذا الاسبوع متشابهين من ناحيه الاجواء، اجواء حاره نسبيا بدايه الاسبوع راح تتحول ترجع الى حاره نسبيا بنهايه الاسبوع، ارتفاع تدريجي ومستمر الذروه لإله راح تكون نهار السبت ويوم الاثنين والسداسه راح يكونوا هم الاكثر حراره خلال هذا الاسبوع.